مساء الخير للجميع. شركائنا المقاتلون خلف الكاميرا، رسلنا ورسل القضية، أصدقائنا المقاتلين خلف الكاميرات ورسلنا رسل الكلمة والصورة، أصحاب القضية والمدافعين عنها. حصل إرباك أمور شديد بسبب ما قام به الاحتلال من تنغيص فرحتنا ومحاولة سرقتها بدون حدث هناك بعض الانفعال والارتباك منا جميعا. نعتذر لهذا لما حصل، ونقول جميعنا شركاء في هذا الفعل النضالي المتميز نشكركم، ونتمنى ان نكون معا الان وغدا وفي كل ساحه من ساحات الاشتباك مع هذا الاحتلال، حتى نوصل كلمه فلسطين الى كل مكان، ونكون معا وسويا حتى انهاء هذا الاحتلال. سنبدا المؤتمر الصحفي، ونتمنى عليكم، شاكرين لكم تفهمكم لكل ما حدث. مش هيك يا حبيبي، مش هيك كله علينا انت يا حبيبي. جماعه الزلمه بيحكي، اهدوا يا جماعه، حطوا له جهات هيك يعني، بس اربع دقائق لتصير يا احمد. كمل يا باشا، ارفع العين يا زلمه، ارفع الدبابه. وين يا حبيبي؟ طور روحك، يا اخوان اذا سمحتوا لنا، يعني بدنا نقول اسئلتكم مباشره وقصيره، ما حدا يعيد سؤال الثاني حتى نستثمر الوقت بشكل يعني سريع، ولا نرهقها ولا نرهق انفسنا. امامنا مشوار طويل وايام طويله، وان شاء الله كلكم تقدروا تاخذوا اللي بدكم اياه بالطريقه اللي تفرحنا جميعا. شكرا لكم. خليها تحكي في البدايه، اما بدها تحكي في البدايه وبعدها In English, thank you all very much for coming today. It's been a very stressful and tiring day for the Tamimi family and their friends and many of the members of the media. Thank you for your understanding and patience with us and all these arrangements, and we greatly appreciate your cooperation. Ahed and Nariman will read out statements, and then there will be time for questions at the end, so please and there will be translation as well during the statement. يلا عهد، تفضلي يلا هادي برا هادي. ما بزبط يعني بدنا ساعتين هيك، يعني مضبوط ولا لا؟ فخلونا نترجم اللي بدنا تقوله بشكل مختصر عشان الانجليزي يقدر يفهمه، بيقدر يسألوا، لانه اذا بدنا نعيش سوى انجليزي سوى عربي بدنا شهر. لا بس مش كلمه يعني، لو سمحت يعني حتحكي جملتين وهي ترجم الجملتين. توكل على الله، بس باللي بدك اياه بصير. يلا بلش. بشكر كل الناس اللي عملوا حملات عشاني، اللي كانوا موجودين من قبل ووثقوا كل هاي الأحداث، لأنه لو لاش نوصل صوتنا للعالم. بتمنى أن الحملات اللي
يعني وبشكر كل الصحفيين اللي موجودين اليوم واللي كانوا موجودين من قبل ووثقوا كل هاي الأحداث، لأنه لولاهم ما قدرناش نوصل صوتنا للعالم. بتمنى إنه الحملات اللي انعملت عشاني تكمل عشان الأسرى الباقين، لأنه في لسه السجون مليانة بالأسرى. بتمنى هاي الحملات تكمل، وأكيد أنا بهاي الحملات رح أكون معكم، رح أكون معكم داعم للأسرى. ببعث من هون من قرية النبي صالح تحية لأهالي الخان الأحمر، تحية لصمودهم، وببعث كمان تحية لأهالي غزة اللي لساتهم مستمرين بمسيرة العودة. كمان معاي بحمل رسالة من الأسيرة الإدارية النائبة خالدة جرار، اللي بتحيي فيها صمود وثبات أهالي الخان الأحمر، وبتحكي لأهالي غزة إنه هي بتدعم من داخل السجن استمرارهم بمسيرات العودة. I want to thank everyone who has stood with me while I was in prison. I want to specially thank the people who have campaigned for me. I want to thank the journalists, and I want to say that I have come, and I hope that the campaigns that were for me continue for all the other political prisoners that remain in prison, particularly the young children. And I come here to send a message of solidarity to the people that are in Khan al-Ahmar, that are standing steadfast there, and to the people of Gaza who are resisting and remaining steadfast in the face of the occupation. I have a message from the political prisoner Khalida Jarrar that also sends a message of support and solidarity to the people of Khan al-Ahmar, and that also sends a message of solidarity to the people of Gaza. وكمان بحكي إنه القدس كانت وما زالت وراح تضل عاصمة فلسطين الأبدية. أنا طلعت من السجن وتركت وراي 29 أسيرة من بسجن الشارون، من ضمنهم 3 أسرى قاصرات، منار شويكي ولمى البكري وهدية عرينات، وكمان في عنا أسيرة إدارية النائب خالدة جرار، بالإضافة إنه في 20 أسيرة بسجن الدامون. بالسجن كمان في الأسيرات المصابات والأحكام العالية. رسالة هاي الأسيرات أعطوني إياها على 3 رسائل. على 3 رسائل. الرسالة الأولى هي اللي بطالبوا بالوحدة الوطنية ودعم وتعزيز الصمود الشعبي ودعم ومساندة الأسرى والأسيرات في نضالهم من أجل الحرية. So I come to also reiterate the message that Jerusalem is and will always be the capital of Palestine. I come and I leave behind me 29 female prisoners. Of them, there are 3 child female prisoners. Their names are Maria Shweki, Lama Bakri, and Hadil Arenat. And I come with a message that they have all put with me. It includes 3 key points. The first point, and their letter to all of you, is that they call for national unity inside Palestine. And their second message to the world is that they call on the people of Palestine to remain strong and resilient and united in resistance. And their third message is that they call on everyone to stand with the rights of the political prisoners and to work for their release. أنا بسجنتي كتير يعني الإشي الوحيد اللي كان مسبب لي ضغط كبير هو إنه فكرت حالي رح أخسر دراستي التوجيهي، بس بالعكس بالسجن كملت التوجيهي مع الأسيرات، وقررنا نسمي الصف اللي بندرس فيه صف التحدي أو فوج التحدي، لأنه إحنا قدرنا نتحدى إدارة السجن اللي حاولت أكتر من مرة تسكر الصف، حاولت بإنه تضرب طوارئ وترجعنا على الغرف، إنه ما نقدرش يعني حاولت بكل الطرق إنه تمنعنا من التعليم، بس إحنا قدرنا إنه نتحداهم ونضل نتعلم،
وأكيد كان الفضل الأكبر لممثلة القسم ياسمين شعبان اللي عملت بجهد كبير عشان تخلينا ندرس. كمان لأنه تحدينا ذاتنا وكان عندنا حدا بعطينا الإرادة دائما حتى نكون مستمرين بالتعليم ونكمل. هي الأسيرة إسراء جعابيس اللي تحدت إصابتها وحروقها وجعها وكانت تضل صاحية كل الليل عشان تدرس، لأنه تحدينا يعني كل الصهيونيين بتعليم نهض. كمان انه تحديناهم بانه عملنا دورة قانون دولي وقانون دولي انساني بالسجن عشان نتثقف ونتعلم. تحديناهم بانه قدرنا نعمل السجن هذا، السجن اللي كله مذل وكله صعوبة، قدرنا نحوله لمدرسة. And I want to also say that one of the biggest places of pressure and stress for me was I thought I would miss my matriculation exams and not be able to graduate. But what we did to challenge the occupation is that we established a class. We called it the class of challenges, where we studied for our tawjihi or university matriculation exams. And we faced consistent threats and abuse from the Israeli occupation. They tried to shut down the class. They tried to divide us. They tried to prevent us from being together as we took the class. But we continued to do so. And that was largely with the support of Yasmin Shaban, who was the head of our section in prison, who made sure that we kept taking our classes. And we got hope and strength from the injured prisoner, Isra Al-Jahabis, who, even though she couldn't sleep at night because of the pain, would stay up to study to ensure that she would succeed and pass the exam. And this, in this class, we even decided to take classes on international law and human rights to make sure that we know our rights and we know the rights that we fight for. كمان الأسرة بشكل عام بتعرضوا أكتر إشي صعب برحلة الأسير بالسجن هو النقل البوسطة، لأنه كثير بيعانوا الأسرة من هاي الطريقة بالنقل اللي بتم بنقلونا بسيارة كلها حديد. الواحد بقدرش يقعد، بقدرش ينام، حتى المعاملة اللي بيكونوا بالبوسطة هاي معاملتهم سيئة جدا. هذا مين التلفون؟ هذا ما بعرف لمين. I want to also mention that there is the military transportation vehicle that transports the political prisoners, and it's a metal vehicle. Everything inside of it is made out of iron, and we suffered a lot as we were consistently moved around from place to place in this military vehicle called the Bosta. وأنا بحكي إنه قانون القومية هو قانون عنصري أبرتايد. هو قانون عنصري أبرتايد. كمان أنا رسالتي كعهد التميمي إنه الرابط بين النضال الوطني والنضال الاجتماعي التحرري ومقاطعة وعزل وملاحقة إسرائيل كمجرمة حرب. وبشكر أمي اللي كانت جزء وتعرضت. خلي هذا الشكر لباب، خليه يخلص. And I want to also say that my message here is that our resistance will continue, particularly our resistance for equality and for social rights. And I want to say that international solidarity is important, and particularly moving to be active to achieve the isolation and sanctions on the Israeli government. And specifically, the new Jewish nation law that was passed in the Israeli Knesset, we refused this law. بشكر أمي اللي تعرضت لكل الانتهاكات اللي تعرضت لها، وكانت موقفة معي بكل لحظة. بس أمي كانت برضو
بالسجن معها، غير انه يعني هي كانت بسجن كمان، هي ام يعني لها اولاد برا ولها اولاد جوا السجن. هالشيء كان صعب كثير، ومع صعوبه الاشي قدرت تتحدى وقدرت تكون اقوى من انه الاحتلال يحطنا بالسجن، وقدرت توصل القضيه بصوت عالي. And I also want to send a message of thanks to my mother specifically, who was in prison with me as well, but had children and still has children inside prison. And I want to specifically say that her strength and her ability to remain strong and resilient is what helped me continue. وبالأخير بحكي إنه القوة للشعب، والشعب هو اللي بيقدر يقرر المصير والطريقة اللي نقاوم فيها. In the end, I want to say that the power is with the people, and the people can and will decide their destiny and decide the future. خليها بس تكمل جملة وخلص. في نريمان بدها تحكي. طيب بس شوي خلص تخلص، ونريمان بدها تحكي شوي وبعدها بتسأله. بدي أحكي إنه المرأة جزء لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، ولازم يكون عندنا نساء واعيات على اللي بيصير بالضبط عندنا وبالوطن، عشان تقدر تنشئ جيل قوي قادر على مواجهة الاحتلال. وبنحكي بالنهاية للاحتلال انقلاع. And in the end, I also want to say that women are a key part of the Palestinian struggle for freedom. And with that message, I need to say that women's role will continue to expand, not only in the struggle, but also in producing new generations that can continue the struggle. And we say, leave, leave occupation. Neyman. أول إشي مساء الخير للجميع، وشكراً لكل الصحفيين الموجودين، لكل الناس اللي تعبت حالها علشاننا، وهذا بالنسبة إلنا فخر كبير إنه إحنا شراكة وإحنا شجرة وإنتوا جذورها. We want to thank everyone who stood by us in the struggle. Everyone who stood in solidarity, it gave us strength, and we would say that if we are a tree, you are its roots. ومش رايح طبعا اعيد اللي حكيته عهد، بس انا بدي احكي اشي صغير. انا كأم عندي بنت كانت بالسجن، واجاني خبر ابني معتقل ولا زال هسه معتقل. بحكي رسالتي لكل الامهات ولكل الاباء، مش لازم نخاف على اولادنا، اولادنا هم ملح هاي الارض، وبكون الملح بذوبانه بهاي الارض، قوتنا بوجودنا. خلوا اولادنا تنطلق، خلوا اولادنا تعمل اللي بدها اياها، حتى في البيوت عم بموتوا اولادنا وبرا البيوت بموتوا، على الاقل خليهم يموتوا وهم يواجهوا هذا الاحتلال لدحره. ايماننا بفكرتهم وفكره اولادنا وفكره قضيتنا ونضالنا الوطني والشعبي هو سبيل نصرنا. وشكرا. And I do not want to repeat much of what my daughter said, but one key point that I want to make is that our children are the future. They're the future of our struggle. And we should always make sure that we support them in pursuing their freedom and in pursuing their rights. Because in Palestine, children are dying even at home. And because our children are the salt of the earth, because they're our future, we need to stand behind them and make sure that they have the strength to continue and move forward. قبل ما أي حدا يتوجه لي بأي سؤال، أنا بحكي إنه أنا مقاطعة الإعلام العبري إنه هو جزء من الصهيونية، وحاول بأكثر من مرة إنه يشوه صورة القضية اللي إحنا بنناضل عشانها. وبتمنى إنه أي حدا بإعلام عبري بده يوجه لي سؤال إنه ما يوجهوش، لأنه مش راح أجاب ولا أي سؤال بتوجهه صحافة عبرية. شكرا. And I want to make one key point, which is that I am boycotting the Israeli media because of how it has attacked and defamed our family, and because of the policy that it has pursued consistently against us. As I answer questions, I ask anybody here that represents the Israeli media to not ask, because I will not answer. Can we
واحد واحد اذا سمحتوا. قبل ما تجاوب عاد بس لو سمحتوا تعرفوا عن حالكم من اي قناه لو سمحتوا. شكرا. بس خليها بس تجاوب على سؤاله. يعني مثل شعورك وحساسك بالضبط. 17 سنة 8 اشهر طلعتي، كيف انت هلا حاسة وشو خططك للمستقبل اذا سمحت؟ طبعاً أنا مبسوطة كثير إنه رجعت لأهلي ولعائلتي، بس هاي الفرحة ناقصة لأنه خوات الأسيرات والأسرة لساهم بالسجن وكانوا جزء من حياتي بالسجن، وقفوا معاي ودعموني. هالإشي أثر علي بشكل كبير إنه ما خلاش فرحتي كاملة. بتمنى إنه كل الأسرة والأسيرات يفرج عنهم، وخططي للمستقبل انه انا راح اكمل دراستي الجامعه وراح ادرس القانون عشان اقدر ارفع قضيه بلدي لكل المحافل الدوليه، واطلع بقضيه الاسره. مش بس هيك، لا، اطلع واحكي بقضيه الاسره لكل العالم وبالمحاكم الدوليه. خليه ترجم. ترجم. I of course felt extremely happy when I was released from prison, particularly to be in the arms and embrace of my family. But my happiness was not full because I have brothers and sisters that remain in prison. And that's why for me, my happiness will be complete when they are released. And in terms of looking at the future, I have decided to study law and to focus on holding the occupation accountable. That's the key thing that I'm going to focus on, and that's what I see in my future. أولا الحمد لله على السلامة. أنا دينا فكتوري من قناة إي جي بلس. عهد بدي أسألك، شو علمك السجن عن الاحتلال؟ السجن علمني كثير شغلات. قدرت بالسجن أعرف الطريق الصحيح 100% حتى أوصل رسالة وطني يعني بالشكل الصحيح. يعني السجن علمني كيف أصبر وكيف إنه أكون بمجموعة. علمني إنه دائما أحب الحياة، لأنه السجن الواحد هو بالسجن بحس أبسط الأشياء قيمة. حتى انه يمكن الاشي تستغرب انه حتى الابره بالسجن قيمه لدرجه، لانه مش دائما بنلاقيها. يعني كل اشي يعني السجن علمني احب الحياه بكل اشي، كان بسيط ولا مش بسيط. قدرت انه كمان اقوي من حالي. صحيح انه السجن فيه كثير امور سلبيه من ضغط وكثير شغلات، وتعرضت لكثير ضغوطات بالسجن، بس قدرت انه اتخطى هاي الشغلات. ودائما بحكي انه الضرب اللي ما بتقتلنا بتقوينا. كمان سؤال؟ خليه يترجم. لا ما فيش ترجمة. بترجموا. هل فرضوا شروط عليك بعد الافراج؟ بعد الافراج ما فرضوش شروط علي، بس كان حطوا لي اكيد وقف تنفيذ زي ما بحطوا لباقي الاسرى وقف تنفيذ، عشان يعني يمنع الشخص بس يطلع من السجن انه يعمل اي عمل كان يعمله من قبل. كمان ما كانش يعني بشكل مباشر، بس كان المفروض انا انه زي باقي الاسيرات انه انزل على حجز اجباره، بس طلعت من باب السجن الضابط حكالي انت ممنوع تنزل على حجز اجباره، لا راح احنا نوصلك للدار، عشان ما اتعرضش لا لناس ولا الصحفيين، لانه كثير كانوا خايفين من ردة الفعل. مين كمان سؤال؟ من وين حضرتك؟ رح ادرس قانون عشان اقدر اوصل الصوت والقضية الفلسطينية لكل المحافل الدولية والمحاكم الدولية. تفضل. Your name? Ellie from the German press agency. كم وقت التنفيذ اللي فيه؟ عم تقفي سؤال. 8 شهور. I had just after 8 months in Israeli prison, would you do it again? Would you slap the soldier again if the situation? So if you she has suspended. خليها. المانية. إنه راح أعيد الإشي اللي عملته.
أنا بقدرش أتوقع للمستقبل، بالإضافة إنه بقدرش أتعمق بالحكي كتير لأنه علي وقف تنفيذ، بس بحكي إنه أنا بقدرش أتوقع للمستقبل. الاحتلال يعني يمكن بكرة فلسطين تكون متحررة، فأنا بعرف شو راح يصير بالمستقبل بالنهاية، ومش راح أقدر أقرر شو راح يصير بالمستقبل. بتمنى إنه يعني يكون الاحتلال رايح عشان ما أقدرش أعمل، يعني ما أفكرش حتى أعمل هيك شغلات. Essentially, I can't tell you what will happen in the future, and I can't say what the future will hold. And specifically, you need to understand that I am under probation and could be rearrested. But I will say that I hope that in the future, Palestine will be free, so that none of this has to happen again. طبعا في عدة انتهاكات تعرضت لها بالتحقيق. أول إشي إنه أصلا كان المحقق يعني يحكي لي كلام يعني كان كلام يوجه لي كلام بذيء. برضه ما كانش معاي، انا من حقي انه تكون عندي مجنده بالتحقيق، بس ما وفروليش هذا الحق. بالعكس كل التحقيق كان اللي تحقق معاي الثلاث مرات ما كانش ولا مره معاي مجنده، كان بدل المحقق اثنين يحققوا معاي، كانوا يخلوني لساعات طويله بالتحقيق. بس بتمنى انه كل حدا بتعرض لانه يكون بتحقيق انه دائما يلزم حق الصمت، حتى لو المحقق حكى له انه يمكن نستعمله ضدك بالمحكمه، لا لازم نلزم حق الصمت بالتحقيق، لأنه أهم إشي الواحد يلزم الصمت بالتحقيق. عهد، في سؤال عندك، شو بتشوفي رؤيتك للسلام؟ ما هو السلام بالنسبة لي كشاب صغيرة؟ رؤيتك للسلام بما أنك شاب صغير، شو هو السلام اللي بتشوفيه؟ بشوف السلام إنه الكل يكون عايش مع بعض بدون حدود بدون احتلال، نكون كلنا متساويين، يكون بكل العالم عدل، تكون العدالة والمساواة هي أساس لقيام الدول، إنه مش كل حدا يتطلع على مصلحته ويقيم الحروب على دول تانية عشان المصلحة. السلام يعني بالنسبة أنا ولا عمري عشت بسلام، عشان هيك إنه بشوف السلام إشي كبير، إنه لازم يكون السلام بكل مكان وبكل زمان ويعني بكل وقت. كمان سؤال؟ بدك ما اشتقت انه اطلع مع صحباتي، اشتقت انه اقعد بغرفتي اشوف السماء، اشوف النجوم براحة، انه اشوف القمر. في كتير اشياء اشتقت انه اعملها بالسجن. السجن يعني صعب كتير، يعني الواحد بوصل لدرجة يفكر انه يعني هل حياته برا كانت حلم وصحي منها؟ يعني الاسير بيكون بحالة انه يعني هو مش عارف اصلا اذا كان عايش حياة برا، لأن السجن بضغط عليه ضغط مش طبيعي، مش أي بني آدم بقدر يتحمله. أي أسئلة ثانية؟ خلاص احكي. شكرا. جابر السجن. تخيلوا وانت بالسجن عام، ايش اكثر شيء كنت تحسي؟ هلا جاوبت عليه. هلا هذا. شكرا. شكرا جابر السجن المحامية. كل اللي طلبت تشوفيه على الفراغ. طلبت انه اشوفه بقعدة يعني تكون شوي اطول عشان اقدر افهم منه، اقدر اوصل الرسائل اللي بعتوها الاسيرات بشكل مفصل، عشان نقدر انه نلاقي حل قضية الاسرة والاسيرات. وان شاء الله في كمان لقاء مع الرئيس عشان نقدر نفصل ونحكي بعمق اكتر عن القضية. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. بس إذا سمحتوا لنا بطلب من جابي المحامية تبعت عهد تيجي.
علشان يعني كلها نشكرها على جهودها. أبونا مسحبا. أنا بشكر المحامية جابلاسك اللي وقفت معاي بكل محاكمة. اللي كانت السبب الأكبر بأنه أنا أحكم حكم خفيف، لأنه لو لا كنت رح أحكم حكم عالي، لأنه اشتغلت ليل ونهار على قضيتي حتى أنه توصل حكمي لثمان شهور. كلمتك انك لا يا احتلال يلا خلاص خلاص